مساء الخير عليكم. النهاردة حابب أكلمكم عن موضوع العمل التطوعي، تعريفه، أهميته بالنسبة للمتطوع، أهميته بالنسبة للمجتمع، ودوافع العمل التطوعي للمتطوع. زي ما احنا شايفين، العمل التطوعي عبارة عن ناس بتساعد ناس، كل واحد بيشارك. وتعريف العمل التطوعي من موسوعة الويكيبيديا يعرف التطوع بأنه الجهد الذي يبذله أي إنسان بلا مقابل لمجتمعه، بدافع منه للإسهام في تحمل مسؤولية المؤسسة التي تعمل على تقديم الرعاية الاجتماعية، وهو كذلك خدمة إنسانية وطنية تهدف إلى حماية الوطن. أبسط تعريف ليها إن العمل التطوعي خدمة تطوعية يقوم بها إنسان لخدمة إنسان آخر أو ناس تانيين. والتطوع أو العمل التطوعي في الأصل بدون مقابل مادي. أهمية التطوع بالنسبة للمتطوع نفسه، ده بيديله مكانة في المجتمع، إثبات لذاته، تحقيق أهداف خاصة متمثلة في الاشتراك في مشروعات تطوعية محببة لي، استثمار أوقات فراغه في أعمال اجتماعية، تزود بخبرات عمل جديدة، وفي الآخر أو في الأول ربنا بيديله أجر على ده. زي ما احنا شايفين، أكبر تعبير لعمل تطوعي إيدين متشابكة بتساعد بعض. أهمية التطوع بالنسبة للمجتمع، تخفيف العبء على الجهود الحكومية، حيث يوفر الجهد التطوعي موارد كثيرة إذ ما قام به موظفون متخصصون، التعبير الحقيقي عن احتياجات المجتمع، تحقيق التعاون بين أفراد المجتمع حيث يدرك كل شخص أنه شريك في تحقيق أهداف المجتمع، والحد من السلوك المنحرف وخاصة لدى الشباب الذين لا يوجد لديهم عمل. وده فعلا من أكثر وأكبر ميزات العمل التطوعي، شغل الشباب والحد من انجرافهم وانحرافهم لأي أنشطة إجرامية أو أنشطة بتضر بيهم. في برضو دوافع للتطوع عند الإنسان، نازع ديني أو إيثار محبة الآخرين، إنه بيحب يساعد الناس، تحسين مستوى المعيشة، وهنا المقصود به تحسين مستوى المعيشة في المجتمع ككل، مش تحسين مستوى المعيشة للمتطوع، التعلم واكتساب خبرات ومهارات جديدة، شغل وقت الفراغ. وبرضه بيشوف ناس جديدة وبيمر بتجارب جديدة مع الناس ومع البشر. أشكال التطوع في العالم، في دول أفريقية وآسيوية والهند، في شباب أوروبي بيروح لدول النامية دي محتاجة للمساعدة عشان يقوم بالعمل التطوعي هناك، سواء لخدمة قرى أو أطفال أو خدمة المرأة أو خدمة مسنين. في هنا مثلا صورة، وفي الخلفية عالمين، عالم إنجلترا وعالم الدولة الأفريقية دي، يعني في تعاون بين الدولتين دول في مجال العمل التطوعي. زي ما احنا هنا شايفين، شباب أوروبي بيساعد في البناء بإيده، في بناء دار أيتام أو دار أو مدرسة لأطفال في دول أفريقية. هنا شايفين بيمهدوا الأرض، هنا شايفين
دي صورة من دولة في أمريكا اللاتينية فيها عمل تطوعي لخدمة الأطفال. في هنا صورة برضو للناس، شباب مع بعض، الكل بيشارك في عملية بناء بإيده. ده متطوع في دولة من دول أمريكا اللاتينية. هنا برضو في تنقية الترع والمستنقعات وتجفيفها. هنا منظر لنظافة الشوارع. وهنا يجينا، هنا عايز أتكلم عن المتطوعين. مين هم المتطوعين؟ المتطوعين هم كل طوائف الشعب، كل الأفراد، أصحاب المهن، من أطباء ومهندسين ومحاميين وصيادلة ومعلمين، أصحاب المهن الحرفيين، من نجارين لسباكين. برضو القوة، على ما أعتقد إن القوة الدافعة والقوة المحركة للعمل التطوعي هم الشباب، اللي يقدر يشتغل، اللي يقدر يمشي، اللي يقدر يساعد، اللي يقدر يشيل، اللي يقدر يبني. الشباب، شباب الخريجين، الشباب اللي لسه منتظر فرصة عمل، شباب الثانوية العامة حتى ممكن، برضه ممكن يشاركوا في العمل التطوعي في أجازات الصيف. كل واحد يشوف إمكانياته ويشوف وقته ويشوف هيقدر يعمل ايه، هيقدر يقدم ايه، امتى وازاي. لان في ناس تقدر تقدم في الاسبوع مثلا انها عمل تطوعي تخدم 10 ساعات في الاسبوع، في ناس تانية تخدم 20 ساعة في الاسبوع، في ناس تانية تخدم ساعة في الاسبوع. الساعة دي برضو مهمة في العمل التطوعي. أشكال التطوع في العالم العربي ومصر. في هنا عمل تطوعي لخدمات طبية، تجميل الشواطئ، بناء الشواطئ، بناء الكورنيش. شباب زي ما احنا شايفين، جيش من الشباب شغال. عمل تطوعي في خدمة، في خدمات، صورة خدمات طبية. الهلال الأحمر السعودي هنا على فكرة. وعلى فكرة العمل التطوعي في الدول، دول الخليج كبير، وفي ناس كتير بتشارك فيه، ودعم من الأفراد، ودعم من المؤسسات، ودعم من رجال الأعمال. في هنا عمل تطوعي برضو لتنظيف الشوارع، نظافة الشوارع، نظافة الميادين. عمل تطوعي بيشارك فيه أطفال للتشجير. حتى هنا كنس الساحات بتشارك فيه، المرأة. في على المستوى الدولي برضو عمل تطوعي لمنظمة مثلا زي منظمة أطباء بلا حدود، ودي منظمة تطوعية خيرية عالمية، في الأصل فرنسية لكن ليها فروع على مستوى العالم. بتقدم خدمات طبية وعلاجية لشعوب العالم النامي في أفريقيا وفي آسيا. دي مثلا صورة لدكتورة شايلة طفل، وهنا البادج اللي من تحت ده ميديسان سان فرونتيير، اللي هو أطباء بلا حدود، في الأصل زي ما قلت لك في الأصل فرنساوية. هنا دكتور بيكشف على طفل في دولة من دول أفريقية. هنا برضو منظر تاني، دكتور من أطباء بلا حدود بيكشف على طفل من ضحايا المجاعات. هنا برضو دكتورة
هنا واحد مصاب برضو، هنا نفس القصة. تطعيم، خدمات طبية، الدكتورة دي بتدي خدمات طبية، بتطعم الأطفال. في برضو عمل تطوعي للأطباء في العالم العربي ومصر، وفي منهم ضمن منظمة أطباء بلا حدود أو خارج المنظمة دي. في هنا صورة لطبيب في دولة على ما أعتقد أفغانستان أو باكستان، خدمات طبية للأطفال هنا في مصر. وهنا منظر حلو يفرح لتشابك الأيدي بين أطباء وممرضات، أطباء شباب ودكتور كبير، الكل مع بعض في خدمة المرضى في شكل عمل تطوعي. هنا في دكتور داخل عيادته برضو في شكل عمل تطوعي. هنا برضو نفس القصة. العمل التطوعي اللي هكلمكم عليه واللي ممكن يعني يتم في مصر أو بيتم في مصر، بس يعني بنتمنى يكون على نطاق أكبر والكل يشارك فيه والكل يساهم فيه، ثلاث حاجات: عمل تطوعي لخدمة الأيتام، عمل تطوعي لخدمة المسنين، وعمل تطوعي لخدمة المعاقين، وعمل تطوعي لمحو الأمية. العمل التطوعي لخدمة الأيتام وده بيتم في دور الأيتام وخدمة النشأ والأطفال في دور الأيتام دي. الخدمات فيها كتيرة، ممكن تعليم الأطفال دي وتعليم النشأ وتعليم الصبية فيها، وتثقيف، وخدمات اجتماعية، وخدمة ترفيهية برضه. يعني ممكن أبسط حاجة إنك ممكن تساعد في إعداد أكل ليهم. وأنا عايزكم مع بعض، يعني وعايزكم مع بعض ومعايا تفكروا في أشكال من أشكال في تفكروا معايا في أشكال لخدمة دور الأيتام دي. وزي ما قلت الكل ممكن يشارك فيها، دكاترة، صيادلة، أصحاب حرف، سباكين، نجارين، كهربائية، ترزية. أصحاب المهن وأصحاب الحرف دول ممكن يتبرعوا بعدد ساعات معينة لخدمة الدور دي، يعني دكتور يعالج الأطفال دول. لو ترزي ممكن برضو يفصل هدوم للأطفال دي. احنا نفسنا ان دور الايتام وبيوت الايتام في مصر تكون على مستوى كويس ومستوى عالي لتربية الاطفال دي، عشان ما نشوفش المنظر ده وما نشوفش المنظر ده. في برضو العمل التطوعي لخدمة المعاقين، والمعاقين أنواع، في إعاقة بدنية، في إعاقة ذهنية. الكل برضو يحاول يفكر إزاي يمد إيده ويساعد الناس دي. يعني هنا في مهرج بيحاول يرسم الابتسامة على وش الطفلة المعاقة دي. طبعا ليها أشكال كتير. في برضو صور من صور خدمة المعاقين دي، إنك يعني مثلا لو واحد ضرير عايز يتعلم ممكن تقرا له. لو واحد معوق ممكن تساعده من مكان لمكان. لو واحد معوق ممكن ترسم البسمة على وشه.
او ممكن تساعده اجتماعيا، ممكن تسمع له، ممكن تحكي معاه. وبرضه في مصر في إعاقة ذهنية برضه محتاجة رعاية. وفي حاجة عايز أقولها، إن كل يعني فعلا كل ذي عاهة جبار، بمعنى إن المعاق داخله جواه طاقة وعزيمة وإرادة عشان يثبت نفسه، عشان يقول لا أنا أقدر أنتج وأقدر أعمل وأقدر أشتغل. وعلى فكرة يعني أقدر أقول إن الإرادة اللي عند المعاق أقوى من الإرادة اللي عند الشخص غير المعاق. شايفين مثلا صورة هنا، ده إنسان، يعني ده إنسان معاق بيتعامل مع الكمبيوتر بمناخيره، مفيش إيدين، فبيتعامل مع الكمبيوتر عن طريق مناخيره. شايفين برضو هنا، ده رماية سهم بيستخدم رجليه، إرادة عزيمة. وعلى فكرة برضو ممكن بتدريب معين بمشاريع معينة نقدر نأهل الناس المعاقين دول أيا كانت الإعاقة إنه يكون إنسان منتج في المجتمع. شايفين الصورة دي؟ ممكن شغل معين يقدر يشتغله ويفيدوا بيه نفسهم والمجتمع، ده حتى نفسيا كويس ليهم. في هنا برضو مثلا يعني صورة لفني، واحد فني أو تكنيشن بيساعد المعاقين في انه يعمل اطراف صناعيه ليهم. في برضه العمل التطوعي لخدمه المسنين، وبرضه دول فئه في المجتمع المصري، فئه منسيه. في منهم عايشين لوحديهم في بيوتهم، محتاجين رعايه، محتاجين ناس تسال عليهم، محتاجين ناس تخدمهم، محتاجين ناس تجيب لهم طلباتهم. وفي ناس مسنين عايشين في دور للمسنين. وعلى فكرة المسلمين دول هم اللي بنوا الواقع اللي احنا عايشين عليه. يعني مين اللي بنى الأرض، مين اللي بنى الأرض اللي احنا واقفين عليها؟ هم المسلمين دول. مين اللي معيشنا دلوقتي في الحاجات اللي بنستمتع بيها دلوقتي من مؤسسات و المسنين. المسن محتاج على الأقل حد يديله الدواء. والمسنين دول، ده منظر للمسنين في اليابان. المسنين في اليابان الرعاية المخصصة ليهم محدش يقدر يتخيلها. المسنين في اليابان بيعتبرهم أنصاف آلهة، احترام ليهم، محبة ليهم، حب ليهم، رعاية ليهم، لأنه بيعتبروا الكبير ده هو اللي علم الصغير، هو اللي ربى الصغير عشان يكبر. المسنين في مصر زي ما قلت محتاجين رعاية، محتاجين عمل تطوعي يساعدهم في أيامهم دي، أيام الضعف بالنسبة لهم. هنا مثلا شايفين حفلة غنائية لمجموعة من المسنين، أو نشاط ترفيهي للمسنين. وفي برضو العمل التطوعي لخدمة محو الأمية. والأمية في مصر مشكلة، والأمية في مصر نسبتها عالية، والأمي مشكلته إنه أعمى. يعني فعلا اللي قال ان اللي ما يعرفش يقرا ويكتب ده انسان اعمى غير بصير، دي صح، لانه ما يعرفش الطريق. في خدمة الأمية يعني مثلا في
شباب خريجين، ممكن شباب مستني وظيفة، في معلمين، في مدرسين ممكن يشاركوا في محو الأمية في مصر. كله على حسب كل إنسان على حسب قدرته ومقدرته، في الانتقال، في اللي ممكن يدي يوم في الأسبوع، في اللي ممكن يدي يومين في الأسبوع، في اللي ممكن يدي ساعتين في الأسبوع، كله حسب استطاعته. بس يعني ساعة، لو شارك بساعة واحدة، لو شارك بساعة واحدة دي برضه اسمها مشاركة واسمها عمل تطوعي. والعمل التطوعي ممكن يتم على مستوى الأفراد، ممكن يتم على مستوى مؤسسات، ممكن يتم على مستوى مؤسسات دينية. في أعمال تطوعية، في أعمال تطوعية بتقوم بيها الكنائس، في أعمال تطوعية بتقوم بيها المساجد. اللي عايز ممكن يسأل ويدور ويعرف هو ممكن يقدر يعمل إيه وإمتى وإزاي. وهنا صورة لعمرو خالد، وده إنسان بيحب مصر وهمه مصر وهمه شباب مصر. وهنا بيقول: بإذن الله سيأتي اليوم الذي يذهب فيه الشباب المصري ليحكي للعالم التجربة المصرية لمحو الأمية. انطلقوا لتحقيق الحلم، مصر بلا أمية. يعني نفسي أنا الكل يفكر في الموضوع ده ويفكر ممكن يقدر يخدم إزاي. مش لازم يدي كل يوم، يعني ممكن في الأسبوع يدي ساعتين بس. مادام قال هدي ساعتين يبقى يدي ساعتين. أتعشم إن كنتوا استفدتوا من العرض ده والمعلومات دي والأفكار دي. أتعشم إن أكون أضفت ولو إضافة بسيطة ليكم. شكرا ليكم.